أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب حسين صالح سبعاوي في مقال نشره موقع مركز راسام للدراسات: ما يعرف حقيقة المالكي وطريقة تفكيره يدرك بأن التسجيلات لم تأتي بشيء جديد، سوى أنها أظهرت ما كان يخفيه هذا الشخص من حقد وعقد نفسية إلى العلن، إذ نسبة كبيرة من الشعب العراقي ما كانوا يعرفون حقيقته، وخاصة من داخل المكون الشيعي الذي كثيرا ما كان يقدم نفسه كممثل عنهم. هذه التسجيلات تثبت بأن نوري المالكي لا يهمه المذهب بقدر ما تهمه مصلحته الشخصية والوصول إلى السلطة، لأن أغلب ما قاله في التسجيل هو ضد شركائه السياسيين من أبناء المذهب نفسه. وأثبتت التسريبات الصوتية بأن المالكي لا يملك أي ولاء لوطنه العراق، ولا يملك أي مشروع وطني بقدر ما يحمله من ولاء وتبعية لإيران، سيما أن التسجيلات ذكرت بأنه كان يريد أن يجعل من الحشد الشعبي أشبه بالحرس الثوري. نستنتج من الإيراني كما التسريبات الصوتية حجم الاختراق داخل الطبقة السياسية وعلى المستويات كافة. كشفت التسريبات الانتماء الحقيقية للميليشيات المسلحة في العراق، وأن هذه الميليشيات وجدت لأهداف سياسية تخدم المشروع الإيراني، على خلاف ما تصرح به قياداتها على وسائل الإعلام بأنها جزء من منظومة الأمن العراقية وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. هناك استنتاجات أخرى نستطيع معرفتها من خلال هذا التسريب الصوتي، مثلا ضحالة تفكيرهم السياسي ومدى الكره الذي يكنه بعضهم على البعض وحجم الفساد الذي بينهم وعلى كافة المستويات، كما نستنتج إلى أي مدى تحركهم القوى الخارجية على حساب المصلحة الوطنية، ونستنتج أيضا مدى استخفافهم بمؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية التي يمثل أبناء المكون الشيعي الأغلبية فيها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيقوم القضاء العراقي بمحاسبة المالكي على ما قاله في هذا التسجيل؟ لا أعتقد أن القضاء سيحاسب المالكي على كل ما قاله، لأنه لم يحاسبه سابقا على ما قام به عندما سلم 4 مدن عراقية لتنظيم داعش الإرهابي، ثم دمرت جميع هذه المدن وقتل منها الآلاف وشرد منها مئات الآلاف، ومع ذلك لم يحاسبه القضاء العراقي ولا الحكومات العراقية المتعاقبة رغم إدانته وتحميله المسؤولية المباشرة على كل ما جرى. فكيف سيحاسب اليوم على أقوال صدرت منه؟ ستنعكس هذه التسريبات سلبا على القوى السياسية، وستبقى في حالة توتر وقد تصل إلى الاقتتال فيما بينها، حيث أثبتت التسجيلات وحسب ما قال المالكي بأن المرحلة القادمة هي مرحلة قتال، وأنه سوف يجهز قوة ويذهب بها إلى النجف لمقاتلة غريمه السياسي مقتدى الصدر. ومن موقع ألترا عراق نقرأ مقالا للكاتب حسين علي الأطرقشي يقول فيه: لعل هذه المرحلة كشفت عن الذهنية السياسية التي لا تمتلك أي حلول وتتعاطى مع الملفات تعاطي المفاجأة التي تحمل الموجة الكاسرة عبر التوجه بالدعاء وطلاسم النجاة وتمائمها. ما لم يطرح ولن يطرح على ما أعتقد أن ضربة التسريبات جرت العملية السياسية على خشبة المسرح تحت إضاءة دقيقة وعالية كانت على رأسها الموقف الصعب للأجهزة الأمنية والقضاء بين تراشق الاتهامات دون إمكانية السيطرة على طرفيها وإمكانية النفوذ الخفي إلى مكاتب أكبر الزعامات السياسية، خاصة أن التلويح بالملفات والتسريبات ليس جديداً على المشهد السياسي العراقي. حاولت الزعامات السياسية تلافي صدامات التصريحات للوهلة الأولى، لكن الخط الثاني والمريدين والجماهير تحركت دون الالتفات لهذه المحاذير، ووسعت رقعة الاتهامات وأعادت بنفسها الصدامة للمشهد، مما يعني بالدرجة الأساس أن النزاع انتقل إلى الجماهير بصورة أكبر. قبل قرابة السنة كانت القوى السياسية متخوفة من الوصول إلى المحطات الصعبة، فحركت رغبتها بإقرار قانون الجرائم المعلوماتية للتصدي للماكينات الإعلامية والمنابر الصحفية من شر الغسيل السياسي،
كانت هذه الرغبة انعكاسا للعجز الكبير عن احتواء الأزمات في حال حصولها، خاصة أن الأحداث سيدة الموقف السياسي، وبالمحصلة فإن الطبقة السياسية هي طبقة صناعة الأزمات لا إيجاد الحلول، غير ملتفتة للتهديدات الأمن القومي على صعيد الحكومة والمواطن والمجتمع الدولي. وهذه الطبقات السياسية لا طالما أعدت نفسها على مرحلتين، الأولى كمأساة كما حصل حتى العام الحالي من عمر الحكومة، والثاني كمهزلة سيكشف عنها الغد. الحكومات تمود لتولد غيرها من نسلها كما في رجال السياسة المنتجين، لكن السلطات العبثية ستنتحر وهي عقيمة دون وريث أو ذكر حسن، لأنها ستنتهي بمهزلة يضعها في خانة القردة السياسية التي تمارس دور السلطة ثم تطلق النار على بعضها. بالصدد ذاته يتأرجح العراق بين الدولة المستقرة والدولة الفاشلة في محطة الدولة المتخبطة، لكنها أقرب ما تكون للفاشلة، والبدايات الخاطئة حتما وبلا شك ستقود لنهايات مأساوية. أما بيت القصيد في الذهنية السياسية فإن إعادة تشكيل الأمن القومي العراقي وفق ما يتطلبه العراق من اقتصاد غير ريعي تنموي ومؤسسة تعليمية رصينة وأجهزة أمنية وقضائية غير خاضعة للمزاجات السياسية سيقضي على البراغماتية والغنائمية السياسية. أفاد تقرير أوروبي بحاجة العراق إلى إجراءات سياسية عاجلة تعالج تأخر تشكيل الحكومة لأكثر من 10 أشهر، مشيرا إلى أن البلدان الأوروبية تريد أن تتعامل مع رئيس وزراء لا يميل إلى الجانب الإيراني، وتحدث عن نية الصدريين إجراء احتجاجات في الشارع وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات. وذكر تقرير نشر على موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وترجمته صحيفة المدى أن تأخر البرلمان العراقي في تشكيل الحكومة الجديدة أمر غير مستغرب بالنسبة للأوضاع السياسية في البلاد. وأضاف التقرير أن هذا الشلل المزمن قد خلف فراغاً للسلطة يؤدي إلى استمرارية عدم استقرار البلاد، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة حتى لو ظهرت خلال الأشهر القادمة فإن المشكلة الرئيسية بالنسبة لصناع القرار الأوروبيين ستكون في نوعية رئيس الوزراء الذي سيقودها. أوضح التقرير أن الطريق المسدود في بغداد سيستمر لحين انتخاب البرلمان رئيساً جديداً للجمهورية، الذي بدوره سيكلف رئيس الوزراء المنتخب لتشكيل حكومة. ونوه إلى أن البلدان الأوروبية التي تسعى للعمل مع العراق حول قضايا مشتركة، خصوصاً القضايا الأمنية، عليها الآن أن تتعامل ليس فقط مع حكومة المعطلة بل مع دولة العراقية تتعرض شرعيتها للزوال. ويواصل التقرير أن أي حكومة عراقية جديدة يتوجب عليها في خضم هذا الوضع المتشنج أن تسارع بمهمة عاجلة في ترسيخ استقرار مؤسسات الدولة واستعادة ثقة الشعب بها. وأردف أن البلاد مرت بسلسلة من حكومات التوافق الهشة، أحد أسباب ذلك هو أن المرشحين لرئاسة الوزراء لا يتطلب منهم خوض انتخابات ليكون مؤهلا للمنصب. ويستدرك التقرير أن هناك نقطة تتعلق بالإرادة السياسية لهذا المرشح، هذا يعني أن أي مرشح من أحزاب سياسية مترسخة في الحكم سيكون مدفوعا لخلق سياسات تبقي على وضع البلد الراهن. وبين أن كثيرا من العراقيين سئموا من فساد وسوء إدارة أحزاب سياسية حاكمة، ولهذا فإن الشعب سيكون في شك من نوايا أي رئيس وزراء من تلك الأحزاب الحاكمة. ويجزم التقرير بأن دولا أوروبية ستكون في موقف صعب نسبيا للعمل مع رئيس وزراء مرشح من طرف سياسي له ميول لإيران ويتبنى أفكارا متشددة. وأوضح أن البلدان الأوروبية يفهم منها أنها تواقة لرؤية وجوه صديقة تدير الحكومة العراقية الجديدة، ولكن هذا لن يحقق شيئا جيدا إذا ما استمرت هذه الحكومة في الإبقاء على ما هو البلد عليه، في حين تتآكل سيادة وشرعية الدولة على نحو بطيء. كشفت مصادر عراقية لصحيفة العرب الجديد أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني غادر بغداد دون أن يلتقي بممثلين عن التيار الصدري لبحث الأزمة السياسية. ووصل قاآني إلى العاصمة بغداد يوم أمس الأربعاء في زيارة غير معلنة، عقد خلالها لقاءات عدة مع عدد من زعماء كتل سياسية وقادة ميليشيات مسلحة.
وجاءت زيارة قاآني غير المعلنة إلى بغداد بعد يوم من إعلان تحالف الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية المدعومة من إيران عن ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة محمد الشيع السوداني لرئاسة الوزراء، وبعد ساعات من إعلان التيار الصدري بقيادة مقداد الصدر رفض هذا الترشيح والتلويح بورقة التظاهرات الشعبية. قالت المصادر إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني وصل إلى بغداد الأربعاء، وعقد فور وصوله اجتماعا مع قادة الإطار التنسيقي وبحضور عدد من قادة الفصائل المسلحة، وبحث إكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء الذي حظي بدعم طهران وفق الرسالة التي حملها قاآني إلى قادة الإطار. وبينت المصادر أن قاآني شدد خلال اجتماعه مع قادة الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة على ضرورة عدم حصول أي احتكاك بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري إذا ما قرر النزول إلى الشارع لرفض السوداني، وأكد أن إيران ستضغط على الصدر من أجل تهدئة الأمور وعدم التصعيد في الشارع خلال المرحلة المقبلة، لكن المئات من أنصار مقتدى الصدر اقتحموا مساء اليوم الأربعاء المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، واقتربوا من مقر إقامة رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي الذي يقود تحالف الإطار التنسيقي قبل أن يقتحموا مقر البرلمان. وردد المتظاهرون شعارات حملت عبارات هجومية ضد عدد من قادة تحالف الإطار التنسيقي أيضا، فيما أكد مراسل العرب الجديد رصد شخصيات معروفة في التيار الصدري داخل التجمع. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً لرئيسة مكتبها في القاهرة فيفياني، قالت فيه إن التونسيين أقروا دستوراً جديداً يعزز حكم الرجل الواحد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد خلال العام الماضي وفقاً لنتائج الاستفتاء الذي صدر الثلاثاء، والذي يوجه ضربة قوية لديمقراطية بنيت بجهد هائل وآمال كبيرة بعد الإطاحة بدكتاتور البلاد منذ أكثر من عقد تحت الإشادة بتونس. تمت الإشادة بتونس حيث بدأت انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 على الصعيد الدولي باعتبارها الديمقراطية الوحيدة التي نجت من الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة، لكن هذا الفصل انتهى فعليا بإقرار الميثاق الجديد الذي يكرس السلطة شبه المطلقة التي منحها سعيد لنفسه قبل عام عندما علق البرلمان وأقال رئيس وزرائه. حافظ الدستور الجديد على معظم بنود دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات، ولكن على عكس الدستور السابق الذي يقسم السلطة بين البرلمان والرئيس، فإن الدستور الجديد ينزل من السلطتين التشريعية والقضائية إلى ما هو أقرب إلى موظفي الخدمة المدنية، حيث يمنح الرئيس وحده سلطة تعيين الوزراء والقضاة ويضعف قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة. بعد سنوات من الشلل السياسي قد يؤدي الاستفتاء إلى نهاية الديمقراطية الفتية التي اعتبر العديد من التونسيين أنها فاسدة وغير ملائمة على الإطلاق لضمان الخبز والحرية والكرامة، وهي المثل التي هتفوا لأجلها عام 2011. ولكن مع انخفاض نسبة الإقبال عند حوالي 30% وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الكبرى التصويت لتجنب إضفاء مزيد من الشرعية عليه، يقف سعيد الآن على أرض زلقة وقدرته على تنفيذ المزيد من الإصلاحات مشكوك فيها. دفع عدم قدرة النظام الديمقراطي على توفير وظائف جيدة وتوفير الطعام وإزالة الفساد المنتشر أو إنتاج إصلاحات تشتد الحاجة إليها العديد من التونسيين إلى التطلع إلى سعيد من أجل الإنقاذ، ومع ذلك فإن الإقبال المنخفض يعكس ضعف الدعم الشعبي لسعيد خلال العام الماضي، حيث تراجع الاقتصاد وازدهر الفساد وازداد استبداد الرئيس. استعرضت صحيفة الإيكونومست البريطانية أزمة المجاعة المتفاقمة في الصومال وتأثيرات الحرب بأوكرانيا على البلد الذي لم يعش الهدوء منذ عقود. وقالت الصحيفة في تقريرها أن الصومال مر بثلاثة عقود من الفوضى وعدم الاستقرار، ولا تسيطر الحكومة حاليا سوى على أجزاء صغيرة من البلاد بينما البقية بين أيدي الجهاديين، وفي الأثناء يعيش العديد من الصوماليين في الفقر والظروف القاسية،
ولديهم سادس أقل معدل عمر متوقع في العالم في ثامن أعنف بلد في العالم. وتضاف إلى معاناة الصوماليين موجة الجفاف والفيضانات التي تزيد بؤسهم. وذكرت الصحيفة أن مساعدة الشعب الصومالي لن تتطلب فقط المزيد من الأموال مقابل الغذاء، بل أيضا جهودا أكبر لتوجيهها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وإلى أجزاء من الريف التي تسيطر عليها حركة الشباب. وسيتعين على وكالات الإغاثة تحمل المزيد من المخاطر. يقلق بعضهم من مواجهة تهم جنائية في الولايات المتحدة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. الوضع في الصومال هو الأكثر هشاشة، وبحسب محمد عبدي من المجلس النرويجي للاجئين، إذا لم نفعل شيئا حيال هذا الأمر فسوف نتحدث عن مئات الآلاف من الوفيات. في الواقع إن جزءا من الأزمة التي تعصف بالصومال سببها الخلل السياسي والفقر، لكن المسؤولية تقع أيضا خارج حدود أراضيه، فلا يمكن لوم الصومال الذي تعد انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون أكثر بقليل من أندورا على تغير المناخ الذي يزيد من قساوة موجات الجفاف. ولا يمكن لأكثر منظري المؤامرة حماسة أن يحاسب الصومال على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب في أزمة غذائية عالمية. وأشارت إلى أن الصومال يستورد حوالي 80% من احتياجاته الغذائية، وقد دفعت تكاليف الشحن المرتفعة في كانون الثاني يناير الأسعار المحلية إلى مستويات الأسعار المسجلة آخر مرة خلال المجاعة التي ضربت البلاد في سنة 2011. كما أدى الغزو الروسي وارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية. وأوردت الصحيفة أن أكثر من 40% من سكان الصومال يكافحون للعثور على الطعام، ورغم معاناة حوالي 1,400,000 طفل من سوء التغذية الحاد وموت مئات الآلاف بالفعل، إلا أنه لا يوجد إعلان رسمي عن المجاعة، وهو مصطلح تقني يشير إلى تجاوز سلسلة من العتبات المتعلقة بسوء التغذية وندرة الغذاء ومعدلات الوفيات. وبمجرد وقوع جميع المؤشرات السابق ذكرها سيكون من المستحيل تفادي الكارثة. ولطالما كان الصومال عرضة للجفاف، ومع أن الجفاف الحالي لا يمكن ربطه مباشرة بالاحترار العالمي، إلا أنه العامل الأكثر مساهمة فيه منذ 40 عاما. منذ الإعلان الأول عن منجزات التلسكوب الفضائي جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا وبالتعاون مع وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية، سارت موجة مرتفعة من الاهتمام في جميع أنحاء العالم والعالم العربي بشكل خاص، حيث تحدث الجميع عن عمق هذا الكون واتساعه وقدرات التلسكوب الجديد. لكن إلى جانب ذلك أثير اهتمام بعضهم للتساؤل عن أهمية كل ذلك. إن عدد فقراء العالم قد قارب على المليار، ونسب الإصابة بالسرطان ترتفع، وما زلنا نكافح لإيجاد العلاج. ويتساءل تقرير نشره موقع الجزيرة نيت، لماذا لا ننفق 10 مليارات من الدولارات ميزانية التلسكوب الفضائي جيمس ويب في مكافحة الفقر والمرض، عوضا عن إهدارها على تصوير بعض المجرات في السماء؟ هذه الأسئلة مشروعة بالفعل، والواقع أن ارتفاع ميزانية جيمس ويب عاما بعد عام، والأمر نفسه ينطبق على مشاريع عملية أخرى علمية أخرى لناسا تزداد تكاليفها عاما بعد عام، أو برنامج البحث عن ذكاء خارج الأرض حيث اضطرت ناسا لتقليص ميزانيته عاما بعد عام لأن نتائج هذا البحث باءت بالفشل إلى الآن. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع.
في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.